عفوا دكتور، لو احنا مشينا ورا هذه التهديدات والى اخره، طب ما احنا عاملين القمه ليه؟ هذه الكثير يستطيع ان يحضر القمه، لكن اعتقد ان الولايات المتحده احيانا تغض النظر على خلفيه اننا لن ننفذ المقررات. احضروا لن ننفذ. يعني اتكلموا واعمل اللي انتوا عايزينه يعني، بس ما انفذ. كما يحصل في الغرب يعني، تظهر مئات الالاف. ايوه، ما هو انا برضه بسال نفس السؤال تاني، طب ما احنا بنعمل كده ليه؟ علشان بعد كده هذا يضع على عاتق روسيا، احط لك المسدس في راسك. هذا يضع على عاتق روسيا والدول الطالعيه في افريقيا ان تلعب دورا لتنفيذ هذه المقررات. وما هو هذا الدور؟ الدور مصر، افريقيا الجنوبيه، الجزائر، كلها لها من القدرات السياسية والبشرية والاقتصادية أن تكون مستقلة، ولكن على روسيا هي الدولة الأساس والفاعل، ويجب أن تكون داعما مهما في كل المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية لهذه الدول. إذن هذه مسؤولية روسيا قبل أن تكون مسؤولية أفريقيا. طيب، في حديثك ذكرت كتير قوي مصر 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 مصر، العلاقات المصرية الروسية وخاصة في الوقت الحالي، كيف تراها؟ يعني حاليا نحن نرى العلاقات جيدة من الناحية السياسية، العلاقات جيدة من الناحية الاقتصادية. أغلب المشاريع التي تم التحدث والاتفاق عليها تنفذ، وآخرها كما قلت ونكرر مشروع الضبعة، وهناك مشروع أيضا لبناء مدينة صناعية. كما قلت العلاقات السياسية هناك في قناة السويس، في قناة السويس نعم. العلاقات السياسية هناك التنسيق في كل المجالات خاصة في الشرق الأوسط، حيث كما أعيد وأكرر روسيا ترى في مصر لاعبا مهما يستطيع أن يحل محل إسرائيل، إيران، تركيا في العالم العربي، محل هذه الدول الثلاث. يا سلام، تستطيع مصر لما لها. ده شيء يسعدنا. أولا هي امتداد طبيعي للشعب العربي، امتداد طبيعي للثقافة العربية، امتداد طبيعي للديانات التي تعتنقها العالم العربي، المسيحية والإسلام. بس أنت عارف حريك أنه بالشكل ده مصر هتخسر دول الغربية. ماذا تستفيد مصر من الدول الغربية؟ ماذا تستفيد من الدول الغربية؟ نعطي مثلا واحدا، هو السد العالي. السد العالي عندما كانت مصر ترغبه، الولايات المتحدة قالت هذا لا يستطيع الشعب المصري قيادته. خليني أقول لحضرتك، مصر فيها ميزة، يعني هي بتتميز بعلاقة جيدة مع جميع الأطراف. نحن لا ندعو إلى الخلاف مع الغرب. ما هو ده هيعمل خلاف، حضرتك نفسك الغرب هيعمل خلاف، لكن طبعا مصر لا تسأل. مصر طبعا تقول هتعمل أنا خلاف مع مين؟ مع البوابة. نعم. هذه مشكلة. بس هي مصر لا يمكن تدخل خلاف مع أي طرف، ودي توجهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. ليست هناك أهداف روسية بأن تكون هناك خلافات مع أي طرف آخر، لكن معركة أوكرانيا ستحسم كل هذه المسألة. معركة أوكرانيا هي المعركة الفصل من أجل أن تتيح الفرصة للدول الأخرى منها أفريقيا أن تكون مستقلة اقتصاديا سياسيا، بالإضافة إلى أن الشعارات الروسية التي تستعملها حاليا في علاقاتها الدولية، التحالف ليس ضد طرف آخر وليس ضد طرف ثالث، التحالف من أجل بناء علاقات متينة اقتصادية والاستقلال والحفاظ على القيم والتقاليد والعادات، وهذه مهمة جدا في العلاقات بين مصر وروسيا. أوروبا ترفض التقاليد والقيم التي نؤمن بها نحن، وتحاول تعميم قيما تضر بنا. روسيا بالعكس تماما، حتى في قوانينها تتبنى نفس القيم التي يتبناها الشعب المصري والأفريقي والعربي، القيم الدينية والأخلاقية. طيب دكتور، كل اللي هقوله دعنا ننتظر ونشوف المستقبل هيحصل فيه ايه، وطبعا متمنين يعني انه الخير يجي للجميع. يعني هذا أعتقد هو هدف هذه القمة، لن يكون هناك مقررات في القمة أو تلميح ضد طرف آخر، فقط من أجل وده التنمية. مهم جدا، فقط من أجل التنمية، فقط من أجل حل المسائل، ده مهم جدا لنجاح القمة.